تأثرت المملكة صباح اليوم بغبار كثيف، حيث تدنت الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر. صاحب ذلك نشاط في الرياح الشمالية الغربية على المنطقة. للمزيد عن حالة الجو معي عبر الهاتف أحمد الحجي، أخصائي أول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. سيد أحمد، أهلا ومرحبا بك. بداية، إلى متى ستستمر موجة الغبار على المملكة، وهل ستزداد كثافتها خلال الساعات القادمة أو في أول ساعات الليل؟ بداية مسي عليك وعلى الأخوة المشاهدين الكرام. طبعا مثل ما تفضلت، تأثرت المملكة البحرين ودول الخليج بتحرك كتلة من الغبار الكثيف، أدى إلى تدني في الرؤية الأفقية. وقد سجلت محطة الرصد بمطار البحرين الدولي إلى 500 متر مستوى الرؤية الأفقية. طبعا السبب في ذلك في تمركز منخفض جوي عميق على بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية، أدى إلى تكون هذه الكتلة الغبارية، وكان تصحبها نشاط في الرياح الشمالية الغربية ساعدت على تحرك هذه الكتلة على دولة الكويت ليلة البارح والمناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية، ومن ثم اليوم احنا تأثرنا بها خلال فترة النهار على مملكتنا العزيزة. راح نتوقع طبعا تحسن طفيف في مستوى هذه او الكتلة الغبارية في خلال فترة المساء ان شاء الله اليوم، توقع خلال الساعات القادمة إن شاء الله تحسن طفيف، ولكن راح تستمر معنا الكتلة الغبارية هذه، بس أخف حدتها راح تكون خلال باشر الصبح إن شاء الله. نعم، زوال هذه الكتلة الغبارية مرتبط بزوال الظروف الجوية التي تحدثت عنها في منطقة بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية. نعم. هل زوال هذه الحالة الجوية شمالا مرتقب خلال هذه الليلة، خلال يومين، ماذا، ما وضعها؟ هو المنخفض الحين تحرك علينا تقريبا تجاه تقريبا على دول الخليج العربي ككل. تأثرنا فيه هذا اليوم، احنا نتوقع ان شاء الله خلال فترة الليل راح تكون ان شاء الله في تحسن طفيف في مدى الرؤية، ولكن هو المنخفض تحرك بالاجمال. طبعا نحذر الاخوة مرتادي البحر والاخوة ايضا مرتادي البر، خاصة هالأيام في تخييم عندهم، بأخذ الحيطة والحذر، لأن راح تكون في رياح شمالية غربية مصحوبة بالغبار. احنا نتوقع أن حتى الرياح شدتها راح تكون في تطاير الأتربة بسبب شدة الرياح، نتوقعها راح تكون قوية السرعة خلال فترة المساء. شكرا جزيلا لك أحمد الحجي، أخصائي أول أرصاد جوية بوزارة المواصلات والاتصالات.